أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار الأولى لهذا اليوم، تأتيكم من التلفزيون العربي في لندن. أعلنت شرطة إقليم كاتالونيا عن مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة نحو 80 آخرين في حادث دهس وسط مدينة برشلونة، فيما أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم. السلطات الأمنية الإسبانية أكدت مقتل 5 مشتبه به في مدينة كامبريلس جنوبية برشلونة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، فيما ألقت قوات الأمن القبض على 2 آخرين، موضحة أنها تتعامل مع الحادث على أنه هجوم إرهابي. في غضون ذلك، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في بيان بثته وكالة أعماق التابعة له أن منفذي هجوم برشلونة هم من جنود الدولة الإسلامية ونفذوا العملية استجابة لنداءات استهداف دول التحالف. في سياق متصل، ذكرت سلطات الأمن في مدينة برشلونة أن سائقا دهس عناصر شرطة عند نقطة تفتيش دون أن تؤكد إن كانت هذه الحادثة على صلة بهجوم الشاحنة. هلع في شارع لرامبلا الكتالوني، حادث جلل أصاب ساحة لاس رامبلاس، فالقلب النابض في مدينة برشلونة الإسبانية تنهشه ذئاب منفردة. شاحنة صغيرة يقودها شخص أو اثنان تجتاح بقوة، حجدا من السياح قيل إنهم كانوا بالعشرات. لا يميز الجنات هنا بين امرأة ورجل وحتى طفل. لقد كان الجميع مصابا بالذعر. للوهلة الأولى لم نكن ندرك ما حدث. طلبت منا الشرطة البقاء داخل المطاعم والمباني وعدم الخروج، وعلمنا من التلفاز بوجود حادث دهس. هي المرة الأولى هنا منذ عام 2009، تاريخ لآخر هجمات الانفصاليين الباسك، وبين قتيل واحد إلى 13 وعشرات الجرحى، بعضهم في حال الخطر، تتباين الأرقام بعد الحادث. لكن ما اتفق عليه حادث إرهابي باستخدام أرخص سلاح وهو الدهس، سلاح بات شائعا على التراب الأوروبي بدءا من ألمانيا وفرنسا والسويد وبريطانيا التي كانت صاحبة الحصيلة الأكبر بسلسلة عمليات دهس خلال العام الجاري. واليوم يصاب الأسبان بذعر على أرض كاتالونيا التي لم تجري إجراءاتها الأمنية المشددة منذ مدة. يتوقف نبض الشارع هنا في مشهد ضحايا على جانبيه، نسير قرب أثار ذئاب منفردة مرت من هنا وتركت بصماتها بالدم. إلى الشأن السوري الآن، حيث أكد الدفاع المدني السوري أن النظام استخدم أمس غازات سامة خلال هجومه على بلدة عين تارما في الغوطة الشرقية المشمولة باتفاق خفض التوتر في العاصمة دمشق ومحيطها. وأفاد المسؤول الإعلامي في الدفاع المدني عمر عبيدة بأن قوات النظام شنت هجوما على خط الجبهة مع المعارضة استخدمت فيه غازات سامة لم يتم التعرف بعد على نوعيتها، وأضاف أن 4 من مقاتلي المعارضة أصيبوا خلال الهجوم ونقلوا إلى المشفى الميداني بالمنطقة. هذا وتحاصر قوات النظام السوري منذ 5 سنوات حيجوبر شرقي العاصمة دمشق وبلدتي عين تارما وزملكة الواقعتين في الغوطة الشرقية. وفي 22 من الشهر الماضي أعلنت وزارة الدفاع النظام السوري إيقافها للأعمال القتالية في الغوطة الشرقية شرقي دمشق. وقع الهجوم بالمواد الكيماوية السامة على خان شيخون قبل 4 أشهر، ولم تطوى صفحته بعد، ولم تمحى من الذاكرة الصور المروعة التي لحقته وأتت صادمة للعالم. واليوم تصل اللجنة الدولية الخاصة للتحقيق في ذلك الحادث بعدما سمح لها نظام الأسد بدخول البلاد. بالأمس درأ نائب وزير الخارجية السوري الشبهة عن بلاده مجدداً، فلا يمكن وفقا لتصورات الرجل أن تقتل الحكومة السورية شعبها. لا يمكن للحكومة السورية أن تقتل شعبها، لا يمكن. نحن في كل المعارك التي خاضها الجيش العربي السوري، وكانت هنالك معارك
كما يقال معارك يعني خطيرة جدا، حتى وجودية، بما في ذلك معاركنا الآن ضد داعش وضد جبهة النصرة لم نستخدم مثل هذا السلاح. خطوات الأسد التي بدت كأنها ذرا للرماد في العيون أو تغطية شفافة على جرائم واضحة كالشمس، تأتي بعيد تقارير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا التي قالت مسؤولتها المستقيلة كارلا دير بونتي مطلع الأسبوع إن لجنتها لديها أدلة كافية لإدانة الأسد بجرائم حرب، ومع ذلك لا توجد ادعاءات أو محاكمات ضده. اللجنة التي تصل اليوم بعد الكثير من العقبات صرحت مرارا أنها تتعرض لضغوط من عدة دول لتسييس تقريرها، ثم أخذ عليها أنها لم تصل إلى موقع الحادث ولم تعاين الوقائع على الأرض، واليوم يأتي وجودها في سوريا لتفنيد ذلك. ومع كل الشجب العالمي الذي لحق تلك الجرائم والتجاوزات والاستخدام السافر للأسلحة المحرمة، ومع أن الأمم المتحدة سعت للتحضير لإجراء محاكمات ضد المتورطين فيها، إلا أن المؤشرات لا تنحى باتجاه تنفيذ تلك المحاكمات لأي من الجرائم التي ارتكبت على مدار أكثر من 6 سنوات في سوريا، ولم تظهر أي نية لإحالة الأمر للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ولعل الدعم الذي يجده نظام الأسد في استخدام روسيا المتكرر لحق النقد في مجلس الأمن هو العقبة التي تقف في وجه العدالة المنشودة. على الصعيد السياسي، أعرب المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستور عن أمله بإطلاق محادثات سلام حقيقية وجوهرية على حد تعبيره في تشرين الأول أكتوبر المقبل، بعد أن أتيح الوقت الكافي للمعارضة لوضع استراتيجية تفاوض أكثر براغماتية. في أكتوبر هناك احتمال أن تكون في الرياض على الأرجح أو في مكان آخر فرصة كبيرة للمعارضة لتقييم الحقائق على أرض الواقع وتقييم احتياجاتها لتكون موحدة، وتقييم الحاجة إلى أن تكون هناك منصة مشتركة للتفاوض مع الحكومة. وصلت أول دفعة من الحجاج القطريين إلى السعودية عبر المنفذ البري بين البلدين، ويأتي ذلك بعد سماح السعودية بتسيير رحلات أخرى لنقل الحجاج جوا مباشرة من الدوحة عبر الخطوط السعودية. بقرار سياسي بحت وبعد أن منعوا لأسباب سياسية، يأتي وصول الدفعة الأولى من بعثة حجاج بيت الله الحرام القطريين إلى الأراضي المقدسة لأداء شعائرهم، رغم الخلاف الدبلوماسي بين السعودية وقطر والذي أسفر عن قطع سبل النقل بين البلدين. 50 حاجا قطريا دخلوا السعودية لأداء المناسك عبر منفذ السلوك الحدودي، إذانا بكسر الحصار للمرة الأولى منذ قطع العلاقات بين البلدين على خلفية سياسية. قطر رحبت على لسان وزير خارجيتها بالخطوة السعودية وقرار فتح الحدود حتى وإن كان مؤقتا، مؤملة أن يكون الإجراء خطوة إلى الأمام لكسر ذلك الحصار. دولة قطر ترحب ولن تكون يعني تتخذ موقف خصوصا على شكل هذا، لأن يهمنا جوهر المسألة وهي أن يكون هناك سبيل لمواطنينا للوصول للحج، ونرحب بمثل هذا القرار، وما زلنا نطالب بأن لا يزج الحج في الخلافات السياسية. السعودية ذكرت مسبقا أن سلطاتها ستسمح للحجاج القطريين بالدخول لأراضيها دون حاجة للتصريح المعتادة التي يقدمها الحجاج عادة، غير أن الجدير بالذكر هنا هو أن الخطوة السعودية تأتي بعيد انتقادات عدة، خاصة بعدما توضح بجلاء أن السعودية مالت لتسييس الحج، الأمر الذي دفع الدوحة لتوجيه خطاب إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص لحرية العقيدة الشهر الماضي، وأن تعبر عن قلقها جراء العقبات التي وضعت أمام حجاجها هذا العام. رخصة الحج المؤقتة التي كسرت إلى حين الحصار المفروض على قطر قد تكون أول حجر يرمى في المياه الراكدة بين البلدين، فهل تتبعها خطوات مستقبلية لإعادة المياه إلى مجاريها؟ في السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أن بلاده ترحب بقرار المملكة السعودية فتح الحدود البرية أمام الحجاج القطريين،
وقال وزير الخارجية القطري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته السويدية في ستوكهولم إن بلاده ترحب بأي خطوة إيجابية لإنهاء الأزمة الخليجية والإجراءات غير القانونية بحق قطر، وعبر عن أمله في عدم زج المسائل الإنسانية في الخلافات السياسية. طبعا بغض النظر عن الطريقة التي منع فيها الحج عن أهل قطر وعن المقيمين في دولة قطر، والتي كان بدوافع سياسية، والطريقة التي سمح لهم للعودة للحج والذي كان بدوافع سياسية وبطريقة إخراج لها معارف أخرى، ولكن دولة قطر ترحب ولن تكون يعني تتخذ موقف خصوصا على شكل هذا، لأن يهمنا جوهر المسألة وهي أن يكون هناك سبيل لمواطنينا للوصول للحج، ونرحب بمثل هذا القرار، وما زلنا نطالب بأن لا يزج الحج في الخلافات السياسية. في الشأن الفلسطيني، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة أن شخصا مجهولا فجر نفسه صباح أمس قرب نقطة أمنية في رفح على الحدود بين القطاع ومصر، ما أدى إلى مقتل عنصر أمن وإصابة آخرين بجروح. وأوضح المتحدث أن الحادث وقع عندما أوقفت قوة أمنية شخصين لدى اقترابهما من الحدود الجنوبية لقطاع غزة، حيث قام أحدهما بتفجير نفسه. مراسلنا في القطاع باسل خلف والتفاصيل. التوقيت منتصف الليل، وفي التفاصيل عنصران يتبعان للسلفية المتشددة حاول اجتياز الحدود من قطاع غزة إلى مصر، وعند اعتراض وحدة الأمن التابعة لكتائب القسام فجر أحد العنصرين حزاما ناسفا. الحدث يعد الأول من نوعه من حيث شكل التنفيذ، وأسفر عن مقتل أحد عناصر القسام وإصابة آخرين. المنطقة ومنذ الصباح شهدت انتشارا أمنيا واسعا، أما الفصائل الفلسطينية وعقب اجتماع طارئ طالبت قوى الأمن بالضرب بيد من حديد والتصدي لمثل هذه الأفكار التي وصفتها بالغريبة على غزة. إن نضالنا الوطني ضد الاحتلال الصهيوني لن يقبل بحرف البوصلة عن عدونا الصهيوني، وأي انحراف عن ذلك يعتبر مشبوه ومدان. حماية الحدود والحفاظ على أمن وسلامة واستقرار الجارة الكبرى جمهورية مصر العربية مطلب للجميع. زعيم حماس في غزة كان على رأس المئات من المشيعين لجنازة نضال الجعفري، القائد الميداني في وحدة الثغور المختصة في مراقبة حدود غزة. التحقيقات مستمرة يعني في كل ما جرى من هذه الحادثة وهذه الجريمة وكل تداعياتها، وسوف يتم قراءة كل ما هنالك من حيثيات وتداعيات حتى يتم فعلا منع تكرار مثل هذه الجريمة مرة أخرى. اللافت في الحادثة أنها تأتي في وقت تشدد فيه قوى الأمن المصرية والحمسوية حالة ضبط الحدود، إلى جانب محاولة إقامة منطقة عازلة ضمن اتفاق مصري حمساوي من شأنه تحسين الأوضاع في غزة. لا شك بأن حادثة رفح تتضمن رسائل مهمة من الناحية السياسية والأمنية بالنسبة لمصر وحماس على حد سواء، إلا أن الخشية لدى المواطن الفلسطيني هنا في قطاع غزة من أن يتحول هذا النوع من الحوادث إلى كابوس يؤرق حياتهم اليومية. باسل خلف، التلفزيون العربي، قطاع غزة. قررت محكمة إسرائيلية تمديد اعتقال الشيخ رائد صلاح للمرة الثانية، وذلك حتى الاثنين المقبل بعد اعتقاله فجر الثلاثاء الماضي من منزله في قرية أم الفحم داخل مناطق 48. وكانت الشرطة الإسرائيلية قد نسبت للشيخ رائد صلاح شبهات التحريض على العنف والتحريض على العنصرية والعضوية في منظمة إرهابية والقيام بأعمال لصالح منظمة إرهابية، وهو ما نفاه الشيخ صلاح ومحاموه. وكانت الشرطة قد طلبت تمديد اعتقال الشيخ صلاح لمدة 6 أيام إضافية، وأعلنت أنها تنوي تقديم تصريح ادعاء عام ضده والمطالبة باعتقاله حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية. 3 2 1
في مناطق مختلفة من الضفة الغربية مدعية أنها عثرت خلال الحملة على قطعتي سلاح، كما صدر جيش الاحتلال أموالا ومقتنيات ذهبية تعود ملكيتها لعدد من المواطنين من بينهم ذو أسرى. من جهة أخرى، فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس منزل الشهيد الفلسطيني عادل عنكوش، أحد الشهداء الثلاثة الذين نفذوا عملية إطلاق نار في باب العمود قبل شهرين. وأفاد شهود عيان أن قوة كبيرة من الجيش ترافقها الآليات العسكرية اقتحمت قرية دير أبو مشعل غرب رام الله قبل محاصرتها للمنزل وتفجيره. إلى اليمن، حيث اتهم تقرير سري للأمم المتحدة التحالف العربي بقتل مئات الأطفال اليمنيين في الحرب المستمرة في البلاد منذ مارس أذار عام 2015. مجلة فورين بوليسي الأمريكية كشفت أن مستشارا كبيرا في الأمم المتحدة سيوصي بوضع التحالف العربي الذي يضم عدة دول بقيادة السعودية على اللائحة السوداء بسبب قتل الأطفال وتشويههم في الحرب. بينما أكدت البعثة السعودية في المنظمة الأممية حرص التحالف على احترام التزاماته الدولية. نقل زعيم المعارضة الإيرانية مهدي كروبي الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ 6 سنوات إلى المستشفى غداة بدئه إضرابا عن الطعام للمطالبة بتحديد موعد لمحاكمته بحسب ما صرحت به عائلته لوسيلة إعلام محلية. وقالت زوجته فاطمة كروبي أن مطلبه الأول هو مغادرة عناصر وزارة الاستخبارات منزله وإزالة كاميرات المراقبة التي ثبتت فيه مؤخرا، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات غير المسبوقة لأي إقامة جبرية سواء كان ذلك قبل الثورة أم بعدها. وتتابعون في هذه النشرة، لكن بعد الفاصل. تواصل الاحتجاجات في الولايات المتحدة تنديدا بموقف الرئيس ترامب من أحداث تشارلزفيل. أهلا بكم من جديد. رفض رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي طلب إقليم كردستان العراق إجراء الاستفتاء الشعبي لتحديد مصير الإقليم في الانفصال عن العراق. وسبق رفض العبادي رفض إيراني تركي إقليمي ودولي متمثل بالولايات المتحدة الأمريكية. شفيق عبد الجبار والتفاصيل من بغداد. العبادي يشهر البطاقة الحمراء في وجه المطالبين بتقرير المصير. رفضت بغداد إذن الاستفتاء الكردي لتقرير مصير إقليم كردستان العراق إما بالانفصال أو البقاء ضمن السيادة العراقية. رئيس الحكومة حيدر العبادي وبعد لقائه الوفد الكردي التفاوضي جدد رفضه الاستفتاء الشعبي المزمع إجراؤه نهاية سبتمبر المقبل. في ظل الخلافات اللي موجودة في إقليم كردستان وقضية أنه الرفض موجود أيضا للشعب العراقي، يفترض أن يكون موضوع الاستفتاء قضية مو تخص بس إقليم كردستان، تخص عموم العراق. وإذا كان أكو مطلب للاستفتاء فكون مطلب للاستفتاء لكل العراقيين، إحنا شركاء في وطن وهذه الشراكة يجب أن تكون شراكة موضوعية. وتمانع بعض الأطراف السياسية العراقية خاصة العربية منها الاستفتاء، ويتحفظ شركاء آخرون على هذه الخطوة، خطوة قوبلت برفض إقليمي تركي إيراني ودولي أمريكي. إلا أن الساسة الأكراد على ما يبدو ماضون في إتمام الإجراءات لتنظيم الاستفتاء. من حق إقليم كردستان إجراء استفتاء حسب الدستور العراقي، وأعتقد هنالك استعدادات وهنالك استعداد نفسي ولوجستي في المفاوضات انتخابات مبلغة، وحتى الأمم المتحدة والحكومة العراقية. حلم أربيل بالانفصال عن بغداد ليس بالجديد، ومن وجهة نظر سياسية عراقية فإن المطالب الكردية لم تلقى استجابة كونها قد أخطأت التوقيت، والانشغال بغداد بالمعارك مع ما يعرف بتنظيم الدولة الذي يمثل الخطر الحقيقي للدولة العراقية برمتها. محاولة إقناع بغداد بضرورة إجراء استفتاء شعبي يقرر مصير الإقليم بالانفصال من عدمه كانت مهمة شاقة بالنسبة للوفد الكردي الذي عاد أدراجه على ما يبدو بخفي حنين،
ويبدو أيضا أن القائمين على إقليم كردستان يحاولون وللمرة الأولى السباحة عكس التيار، محاولة قد تنجح إن نجح الأكراد بإقناع حلفائهم في العراق وخارجه. شفيق عبد الجبار، التلفزيون العربي، بغداد. قتل ما لا يقل عن 37 شخصا جراء أعمال شغب داخل سجن في ولاية الأمازون جنوبية فنزويلا حسب ما أعلنته السلطات المحلية. في غضون ذلك أعلن مكتب النائب العام أنه أمر بفتح تحقيق بوفاة أكثر من 30 شخصا بينهم نحو 14 موظفا قتلوا جراء أعمال العنف في السجن الواقع بمدينة بويرتو قرب الحدود مع البرازيل وكولومبيا. فيما قالت منظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق السجناء إن القتلى 37 جميعهم من المعتقلين. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسائل الإعلام الأمريكية واتهمها في تغريدة جديدة على موقع تويتر بأنها أساءت تفسير التصريحات التي أدلى بها بشأن أحداث العنف التي شهدتها ولاية فيرجينيا. إلى ذلك تتواصل الاحتجاجات في الكثير من الولايات الأمريكية تنديدا بموقف ترامب من أعمال العنف التي شهدتها مدينة تشارلزفيل السبت الماضي. تتواصل الاحتجاجات في الكثير من الولايات الأمريكية تنديدا بموقف الرئيس دونالد ترامب إثر أعمال العنف التي شهدتها مدينة تشارلوتسفيل السبت الماضي. فيرجينيا كانت على موعد مع تظاهرة حاشدة حيث حمل مئات الأشخاص شموعا في ساحة جامعة فيرجينيا أثناء تجمعهم بعد مراسم تكريم هيذر هاير التي قضت حينما اقتحم شاب بسيارته تجمعا لمحتجين على تظاهرة لليمين المتطرف في تشارلوتسفيل. وقام طلاب الجامعة وسكان المنطقة المحيطة بترديد أغاني وشعارات وطنية في وقفة قالت صحيفة واشنطن بوست أنها أظهرت عكس ما نادت به تظاهرة اليمين المتطرف. وامتدت الاحتجاجات إلى نيويورك وكاليفورنيا وأوكلاند ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وسان دييغو، لكنها ربما كانت الأكبر في ولاية فيلادلفيا حيث صار آلاف المحتجين في تظاهرة نددت بالعنصرية. وفي ساحة تايم سكوير في مانهاتن عبر أمريكيون عن انزعاجهم من هذه العنصرية. أنا حزينة جدا ومكتئبة ويمكن أن أبكي. أعتقد أننا كنا منارة من الأمل في العالم والآن نحن محرجون. أشعر بخيبة أمل لأن ترامب لم يتخذ موقفا أفضل. الجميع يتفق على أن العنصريين البيض والمتطرفين يجب ألا يحظوا بأي غطاء. بدوره أعلن ترامب إلغاء مجلسين استشاريين للأعمال عقب استقالة مديريهما التنفيذيين احتجاجا على تباطؤه في إدانة دعاة تفوق العرق الأبيض في فيرجينيا. وقال ترامب على تويتر: بدلا من أن أمارس الضغط على رجال الأعمال في مجلس شؤون التصنيع ومجلس الاستراتيجية والسياسة فإنني سأنهيهما. تغريدات ترامب أزعجت على ما يبدو سياسيين جمهوريين قالوا أن الرئيس الأمريكي ألقى اللوم من خلالها في أعمال العنف على الجانبين. ترامب يرد على خصومه بتغريدة جديدة ينتقد فيها الإعلام ويتهمه بأنه أساء تفسير التصريحات التي أدلى بها بشأن أحداث العنف. ترامب الذي اعتاد خوض معاركه عبر تويتر أدخل نفسه في عاصفة سياسية جديدة، عاصفة لم تثر انزعاجا عند خصومه فقط بل حتى داخل معسكره، وهناك من يرى أنها قد تكون نقطة تحول في رئاسته التي تعمها الفوضى. وصل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان حصد الألقاب مع ناديه ريال مدريد آخرها التتويج بكأس السوبر الإسباني على حساب غريمه التقليدي برشلونة. التقرير التالي يرصد نجاحات زيدان التدريبية والمستقبل المجهول الذي ينتظر النادي الكتالوني. واثق الخطوة يمشي ملكا، هذا لسان حال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بعد أن توج فريق ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني مساء أمس بعد فوزه على غريمه تقليدي برشلونة بهدفين نظيفين في مباراة الإياب. تتويج جاء بعد أسبوع فقط من الظفر بلقب السوبر الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي، يؤكد الريال علو كعبه محليا وقاريا. وما لا شك فيه أن الفضل يعود للعبقري زيدان، فمنذ توليه مهمة الإشراف على النادي الملكي في الرابع من يناير عام 2016 نجح الفرنسي في تحقيق جميع الألقاب الممكنة باستثناء لقب كأس الملك،
فجمع 7 ألقاب يصبح وبوقت قياسي ثالث أنجح مدرب في تاريخ المارينجي حصدا للبطولات، وبفارق 7 بطولات عن ميغيل مونيوز الذي يعد أبرز مدرب في تاريخ الريال بعد أن قاد الفريق ل14 سنة. أسباب عدة ساهمت بنجاحات زيدان الباهرة، أبرزها منح الفرصة للاعبين الشباب والمداورة بين النجوم وإدارته لغرفة الملابس، كما بدا واضحا قلة إبرام الفريق لصفقات كبيرة في سوق الانتقالات كما جرت العادة مع المرينجي قبل حقبته. اللاعبون يستحقون الإشادة وهم السبب في هذه النجاحات، لقد عملوا جاهدين داخل الملعب وخارجه للظفر بلقبين كبيرين أمام عملاقين كرويين كمانشستر يونايتد وبرشلونة. هذا الفريق متعطش للفوز بالمزيد من الألقاب هذا الموسم. وعلى الجانب الآخر تبدو صورة برشلونة مغايرة، فمستقبل النادي الكتالوني يبدو غامضا. المدرب الجديد إرنستو فالفيردي اعترف بأفضلية الريال الحالية على فريقه، مؤكدا أهمية إعادة ترتيب أوراقه سريعا قبل انطلاق لا ليغا يوم غد. فصفوف الفريق بدت متشتتة وغاب عن التشكيلة الروح والانسجام بين اللاعبين، وما لا شك فيه أن رحيل النجم البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي ترك فراغا كبيرا في خط المقدمة. لم يقم الفريق بملئه بعد، لكن الواقع يقول أن أزمة برشلونة تعدت حاجز مغادرة نيمار لمعقل كامب نو. جماهير الفريق عربت عن سخطها على الوضعية الحالية وطالبت رئيس النادي جوزيف ماريا بارتوميو بالاستقالة من منصبه. مصائب البارسا لم تأتي فرادى، فقد تأكد اليوم غياب النجم الأوروغوياني لويس سواريز عن الملاعب لمدة 1 شهر بداعي الإصابة. فهل سيتمكن فالفيردي من إيجاد حل سريع للأزمة، أم ستشهد الفترة المقبلة ثورة جماهيرية كتالونية تغير من معالم الفريق؟ ختام النشرة، إلى اللقاء.